يحقق انتصارات اخرى. وبالنسبه لنا احنا لازم يعني خاصه في الاسابيع المقبله وبدايه من الاسبوع المقبل ان شاء الله نظن بلي لازم نراجعوا حساباتنا. لازم الجوار يعني يحطوا يعرفوا بلي الشامبيونا مازال انكور بعيده، مازال يعني قضيه سقوط ولا صعود مازال الامور بعيده. لا فاز اللي تري امبورطون سا سرا با فاسيل. ونظن لازم خاصه المسؤولين تاع الفريق امل بوسعاده يمثل منطقه ككل، ولذلك بلاش تسيبونا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا ننتظروا راح تكون مباراه صعبه خاصه كان عندنا فرصه وين شفنا الفريق خاص الفريق بوسعاده فريق متكامل اللي يخرج بالمرتدات يعرف كيفاش يروح المساحات. وكانت كنا حقيقة أسبوع كامل وحنا نحضروا في هذه المباراة، عرفنا نقاط الضعف تاع الخصم هي الأطراف، ركزنا أكثر على الأطراف والأطراف اللي سمحت لنا ما سجلنا أهداف، كنا قادرين نسجلوا أكثر من هدفين. لاعبين مشكورين عن المجهودات اللي بدوها في الشوط الأول وفي الشوط الثاني. كنا مدينا نصائح في البداية وكنا بدي ما نخلوش الخصم يربح الثقة في نفسه، هذيك اللي سمحت لنا سجلنا في بداية الشوط الأول. عرفنا كيفاش نتحكموا في الكرة في الشوط الأول، ما خليناش مساحات للخصم، وهذوك المساحات اللي سمحت لنا تحكمنا أكثر في الشوط الأول وسجلنا الهدف الثاني في نهاية الشوط الأول. أما في الشوط الثاني عرفنا بلي الخصم باش نعاودوا نخرجوا من المنطقة تاعنا ونمشيو للهجوم، والحمد لله سجلنا هدف ثاني. ولاعبين مشكورين بلا ما ننسى الجمهور اليوم اللي دار دور كبير وساند اللاعبين وهما مشكورين بزاف بزاف. شكرا.